وأخيرا تداولت مصادر إعلامية موالية مقطعا مصورا يظهر عشرات المدرسات اللواتي ينحدرن من الساحل السوري أثناء اعتصام لهن في مبنى مديرية التربية للمطالبة بنقلهن من دمشق إلى مسقط رأسهن. وظهر في المقطع مدرسة وهي تشتكي سوء حالها المادي، مشيرة إلى أنها تنتظر يوم السبت حتى تستحم وتأكل. كما أشارت أيضا إلى البرد الشديد بسبب عدم توفر وسائل تدفئة وانقطاع الغاز والكهرباء في دمشق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات. نتابع هذا الفيديو معا. يعني صار معي قرحة معوية من الزعتر ومن الشاي ومن لك البلد قتل عظامنا، انت ما بتتخيل برد، لا في كهرباء ولا في غاز، ما بيعطونا غاز، بيقولوا لنا ما انتوا عندكم قوانين، الضباط ما عم يعطونا غاز، المي ما عم تجي، الاجارات 30,000 انا عم ادفع 15,000 انا بفرش المعوية، اجري بفرش المعوية يا عالم عم نام علي 15,000 بالشهر، يعني مش على الارض. لا ما في شيء، يعني انا ما قدرت اشتري شيء، بسافر كل اسبوع عندي مواصلات 7,000 ليره رايحة رجعة. والله ما لي خجلاني، ما شفت السيد وزير والله رايحة على مكتب سيدي اسماء، وما شفت السيد انا رايحة على مكتب الكهرباء، لأنه أنا عن جد ممكن يعني أعمل أي تصرف، يعني يمكن أحرق حالي قدام الكل، ما عاد فارقة معي، يعني أنا عم أعيش ظروف، أنا عم أنا استراحات حمص، أقسم بالله. وبيروح السيد رئيس حافظ الاسد استراحات حمص فكرونا بناتين. قال له شو بتشتغلوا قدام الاسد؟ قال عن جد جايين يفكونا عينك عينك انه شافونا صبايا، انا بطلع الساعه 2 بالليل بوصل على الدوام. وليه؟ اذا تاخرت بحطوا لي غياب، ما في الحمد لله على السلامه. يعني اذا وصلت ماني انا على درسي والاثنين ونص مهدد الكابي، بدي الحمد لله. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الحليم عباس الخبير التربوي معنا من غازي عنتاب. مساء الخير أستاذ عبد الحليم، يعني حضرتك خبير تربوي وتعمل في مجال التعليم والتدريس وعلى احتكاك مباشر مع المدرسين، كيف تنظر إلى هذا الفيديو الذي ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ بداية تحياتي لك يا أنس أحلام وللإخوة المشاهدين. طبعا كمعلم وايضا يعني عشت واقع هذا الواقع الذي تتحدث عنه المعلمه في الفيديو. طبعا في نقاط كثيره اتفق معها، ولكن ايضا في جمله من الملاحظات على كلامها. بالبدايه يعني لا شك ان المعلم يعاني، كان يعاني من قبل قيام الثوره، وايضا لا زال يعاني حتى ضمن السياقات والظروف الجديدة. مكانة المعلم في السنوات الأخيرة تراجعت بشكل حدي، لأن المستبدين كما يقرر عبد الرحمن الكواكبي عدو العلم وعدو العلماء وعدو التعليم، لذلك طبيعي أن مكانة المعلمين تراجعت بالسنوات الأخيرة بشكل حاد، وأيضا تم تحطيم الصورة الرمزية في أذهان المجتمع وأذهان الناس عن المعلم. نعم. وذلك طيب عبر يعني هذا ما سيدفعني أستاذ عبد الحليم لأسألك إنه الطريقة التي تم الرد فيها على المعلمات عند سؤال، لأنه هذا الفيديو هو أطول مما عرضنا، وكان هناك يعني ألفاظ غير مناسبة للعرض تحدثت فيها إحدى المعلمات، يعني هل ترى أن هذه الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المعلمات هي طريقة مقصودة ومنهجة، وهذا الاستهتار بهن هو مدروس أيضا؟ أنا أعتقد هكذا، أنا أعتقد أن ظاهرة الاستبداد تنتج هكذا السلوكيات ضد المعلمين وضد التعليم. يعني كيف يمكن يعني أن نتقبل أو يتقبل أي إنسان يستمع لهذا الفيديو هذه الألفاظ وهذه الردود وهذه الطروحات الواردة في الفيديو من أناس تربويين؟ يعني مهمة التربويين أن يرتقوا بالخطاب وأن يرتقوا بأخلاق الناس وأن يقدموا للناس خطاب يتناسب مع مستواهم العلمي والتعليمي. لذلك يعني نحن يعني أنا أستغرب كيف يصدر بعض الجمل وبعض العبارات من هؤلاء الذين ينتسبون إلى دائرة التعليم وإلى دائرة التربية. يعني
هناك عدة أشياء يعني صراحة أريد أن أثبتها على عجالة يعني فضل. كتبتها في وأنا أستمع إلى هذا الفيديو. تفضل. بداية يعني موضوع من الأشياء التي تم لجأ إليها المستبدون يعني لتحطيم صورة المعلم وأيضا لضرب صورة المعلم هو إفقار المعلم. يعني هذه الرواتب الزهيدة التي تدفع للمعلمين قبل الثورة وأيضا وبعد الثورة، هذه الرواتب الزهيدة التي لا تسد الرمق والتي تدفع المعلم أن يعني يناضل ويكافح الشهر كله من أجل أن ربما بالكاد يعني يسد رمق أطفاله. يعني هذه مشكلة، هذه لابد من دراستها، وأيضا بالفيديو شرحت بشكل مطول أنها تأكل الزيت والزعتر وما شبه صحيح. ذلك صحيح. الشيء الثاني يعني أخذوا بالمعلمين وبعض المعلمات وقذفوا بهم في بيئات لا تناسب البيئة التي نشأوا بها، ولا يعرفون شيئا عن هذه البيئة الجديدة التي تم قذفهم بها، وأيضا لا تتوفر شروط الحياة الأساسية. يعني البعض من المعلمين على زماننا نحن يعني عندما كنا رموا بهم في بيداء في الصحراء في أماكن مناطق نائية لا تتوفر فيها المقومات الأساسية للحياة، وهذا المعلم قد أتى من بيئة ربما يعني لا تناسبه هذه البيئة. يعني هناك عدة طرق لجأ إليها هذا النظام المستبد من أجل التحطيم مكانة المعلم ومن أجل أن يزهد الناس في التعليم، ومن أجل يعني أصبح المعلم للأسف موضع للتندر والفكاهة. ثم بعد ذلك يعني ورد في الفيديو أنها تريد أن يعني أن تشتكي للفرقة الرابعة وغير ذلك. طيب هل هذا الكلام يعني ممكن ومقبول في دولة المؤسسات؟ ما علاقة الفرقة الرابعة بمؤسسة تربوية تعليمية مدنية؟ ما علاقة هذا بذاك؟ العلاقة أنه المستبد يخلق هذا الشيء. يعني الناس عندهم شخوص، يعني ما عندنا مؤسسات وعندنا شخوص نلجأ إلى الفرقة الرابعة ونلجأ إلى فلان، يعني في الفيديو كلها تقول سألجأ إلى فلان وسألجأ إلى فلانة. طيب أين النظام الداخلي الذي ينظم العلاقة ما بين الرؤساء وما بين المرؤوسين في نظام وسلك التعليم؟ نعم. ما في قانون يعني. نعم وضحت يعني الصورة أستاذ عبد الحليم. الاستبداد نعم يعني هذا ما خلفه أن النظام على الواقع التعليمي الموجود في سوريا، وهو استهداف ممنهج للتعليم عبر المعلمين وأيضا عبر المناهج الدراسية وما إلى ذلك. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الحليم عباس الخبير التربوي، كنت معنا من غازيانتاب. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، أعود وألقاكم غدا بإذن الله.